أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن مبادرات خطة التعافي الاقتصادي ساهمت في رفع معدلات التوظيف وخفض نسبة البطالة بين المواطنين ومواصلة العمل على رفد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة. نعم، جاء ذلك خلال إلقاء سعادة وزير العمل كلمة في الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي والمنعقد في القاهرة، حيث أكد أن حكومة مملكة البحرين أولت اهتماما كبيرا لتهيئة سوق العمل لمواكبة التطور الرقمي ودعم الذكاء الاصطناعي بمبادرات رائدة وفق متطلبات التنمية وتنوع احتياجات سوق العمل. ولفت سعادة الوزير إلى أن الخدمات الإلكترونية المتطورة التي تقدمها المملكة ساهمت في مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد وسوق العمل، وأيضا كما أشار سعادته إلى أن المملكة سخرت العديد من الموارد والإمكانات لبرامج تأهيل وتنمية الموارد البشرية بما يواكب احتياجات المستقبل، وأطلقت الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل في العام 2021-2023. نوه وزير العمل بالدور الذي تلعبه منظمة العمل العربية في مجال تسليط الضوء على الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل من خلال التقارير والدراسات المتخصصة، داعيا إلى تكثيف هذه الجهود والعمل على دراسة كافة الجهود والمبادرات التي قامت بها الدول الأعضاء في هذا الإطار وبحث إمكانية نقل التجارب الناجحة بين الدول العربية.